شوف، راح نعطيها لك حصريا اليوم، تسمعها من عندي. ولات تفضل. نقولها خير لا اليوم. انا احكي لك الله فير تاع المولودية. عيط لي مدرب تاع الفريق مولودية الجزائر، الو سي بن طلعه، واش راك؟ لاباس الحمد لله. وانا ديتو نادي هنا في الجزائر، قال لي فوالا انا نحيت اسمك من فريق المولودية، او ونعرفك كيما نعرفك دوك الحين. قلت له علاش؟ قال لي لا، لان صديقك هو فلان. صديقي هو كان بورايو، بورايو يشتغل في الامارات، اشتغل في بعد. قلت له صاحبي كان يشتغل هو ميتال، هو كان يشتغل في وهران وانا في الجزائر نشتغل وهران، مشكل ما كان. قال لي لا تسمى يعني تولي له ضغوطات. يا سي محمد، قلت له انا جاي نخدم انا. قلت له انا جاي نخدم انا، ولا كومبيتونس ولا جايب لا وكذا. قلت له اسمع، انا جاي نخدم هنا، جاي نخدم في مولودية الجزائر، النادي كبير وكل واحد يتمناه باش يخدم في المولودية. هو سي نبي النغيس هو اللي كلمني في التليفون، قال لي انا نحيتك من مولودية الجزائر، وجاب صاحبه وحدة قياس وفهم يفهمها كيما حبيت. اول مره راني قلتها مدة شحال عندها؟ 4 سنين هادية، عندها هكذاك 5 سنين يعني. واش تقول؟ سي كومسا. علاش مانيش عارف انا يعني طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.